مرة واحد من كنيستنا كان بيسألني ويقول لي الآية اللي جاية في مزمور 2 وآية 7 دي عن مين؟ عن مين؟ وهل مقصود بيها المسيح؟ ولو مقصود بيها المسيح يبقى إذن المسيح مش أزلي. طلعنا مزمور 2 آية 7 لما بيقول إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وارجع تاني للسؤال، عن مين؟ هل عن المسيح؟ ولو عن المسيح هل معناها ان المسيح مش موجود منذ الازل؟ اول حاجة اللي عايز اقولهولك صديقي اللي بتسألني وكل اللي بيسأل السؤال ده، ان هذا المزمور نبوة عن شخص الرب يسوع المسيح، واللي يؤكد كده نفس كتاب العهد الجديد. لو بصيت معايا مثلا في اعمال الرسل 13 يقول كده في آية 32 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. بيذكر رقم المزمور، إن مزمور 2 نبوة تمت في المسيح، ويكمل أنت ابني أنا اليوم ولدتك، إنه أقامه من الأموات. النبوة عن المسيح، ولما تقرأ النبوة كلها النبوة بتأكد لاهوت المسيح وإن المسيح موجود منذ الأزل. عايزك تقرأ نص النبوة كده بتأني وتشوف موجود منذ الأزل ولا لأ. قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني، لأ أنت ابني، أي إن الابن موجود منذ الأزل. في البداية قال له أنت ابني، ابني منذ الأزل، وبعدين يقول له أنا اليوم ولدتك. بيتكلم على الحبل بالروح القدس من القديسة العذراء مريم ومجيئه في الجسد. فأنت ابني في الأصل، أنا اليوم ولدتك، وده اللي بيعلمه لنا كل العهد الجديد، إن المسيح أزلي موجود منذ الأزل. المسيح قال بلسانه الطاهر قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يعني أنا موجود كائن، أي ما جاتش لحظة على وجه التاريخ ما كانش موجود فيها. ده اللي بنقوله لما نقرأ يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة، لما يقول في البدء أي بدء؟ منذ الأزل. الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، وبعدين الكلمة صار جسداً. بص معايا للمزمور في آية 2، قام ملوك الأرض تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. مين مسيح الرب؟ الرب يسوع. سمعت في كل التاريخ مسيح الرب إلا الرب يسوع؟ وبعدين تكمل في آية 6، أما أنا فقد مسحت ملكي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ شخص الابن يسوع المسيح اللي بيقول عليه ملكي. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. لما تيجي الآية 12، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ الابن يسوع المسيح. لما تاخد آية 6، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، تجد أن هذه الكلمات يقول كاتب الرسالة إلى العبرين ويؤكد إنها تمت في شخص الابن يسوع المسيح. يقول كده في عبرانيين الأصحاح الأول، يقول لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. قال لحد من الملائكة أنت ابني؟ قال للابن بس. وبعدين يكمل ويقول بقى عن المسيح في آية 8، أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر أبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج. المزمور كله هو نبوة عن الابن يسوع المسيح، الابن اللي موجود منذ الأزل، اللي بيقول له أنت ابني. المسيح موجود منذ الأزل، الله أب وابن وروح قدس منذ الأزل، أنا اليوم ولدتك فأنت ابني منذ الأزل، أنا اليوم ولدتك عندما تجسد من خلال العذراء القديسة مريم، والرب معك.